لو الحكاية فيها إن فيديو أطلب من الجميع أن عندنا التحدي اللي جاي هو الأخطر وهي المحليات. المحليات هي أكبر تحدي موجود باستمرار الحزب وإنه يبقى موجود في كل بيت وكل شارع في مصر. فأنا بطلب زي ما فاكرين في الاجتماع اللي كنا مجتمعين فيه قبل الانتخابات واتكلمنا في موضوع المحليات وقلنا لا ننتظر. أنا بطلب من كل مرشح ونائب إنه يدينا لسه بالمحليات الموجودة في الدائرة بتاعته. الجزء الثاني نطلب من كل مرشح الذين رامي وفق ان عندنا تشكيل الامانه بتاعته في دايرته، وزي ما قال المهندس نجيب لو عندي حتى نائب واحد في المحافظه هيبقى هو نائب عن كل اللي موجودين، وكل واحد في دايرته هو نائب عن الدايره، واحنا كافلين ان احنا نحقق له اللي هو عايزه. الجزء الاخير ان احنا برضو عايزين نتكاتف مع بعض. الجزء بتاع التصريحات بتاعتنا لازم يكون عشان يبقى حزب منضبط، نبقى ملتزمين كلنا بالخط العام اللي احنا ماشيين فيه.